أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق عبر مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا عن عزمها تنظيم مهرجان فرنشا الشارقة في حدث هو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية، تتحول فيه الوجهات السياحية في الشارقة إلى منصة لما يزيد على 50 فنانا وموسيقيا ومسرحيا من مختلف بلدان العالم، ليقدموا على مدار 17 يوما أكثر من 600 فعالية فنية وترفيهية تتضمن الرقص والموسيقى وعروض السيرك والألعاب البهلوانية وغيرها من العروض التفاعلية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. وتفتح واجهة المجاز المائية وجزيرة النور والقصباء أبوابها خلال الفترة من 16 من يناير إلى 1 من فبراير 2020 أمام فعاليات مهرجان فرنشا الشارقة الذي تقدمه شروق بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة وبتنظيم من المهرجان الوطني للفنون جنوب أفريقيا لأول مرة في الشرق الأوسط. وسيعيش زوار وسكان الإمارة طوال أيام المهرجان أجواء من التشويق الحي وعروض الألعاب الرياضية والخفة في الهواء الطلق. ويحط المهرجان هذا العام رحاله في إمارة الشارقة نظرا لما تحتله من مكانة ثقافية على مستوى العالم وما تمتلكه من بنية تحتية مؤهلة ومقومات اقتصادية وثقافية وسياحية تتسع لمختلف أشكال الفنون التي يقدمها المهرجان.